نحن أقوياء لأننا وصلنا الحياة رغما عن الاكتئاب، فقدان الشغف، خيبات الأصدقاء والعلاقات، والخذلان، والغربة من أقرب المقربين لنا. نحن أقوياء لأننا كنا الأصدقاء الذين يتحملون غضب أصدقائهم، نسندهم ونهون من مأساتهم وأثقالهم، ولم نشارك أحدا همومنا وأثقالنا، لأننا أصدقاء الجميع. لم نترك أحدا في أوجاعه، لم نرفض طلب مساعدة من أي شخص، بينما كنا نعجز عن الصراخ، أضعف من أن نطلب المساعدة من أحد. نحن أقوياء لأننا خرجنا مهزومين من كل معارك الحياة، ولم نضع لوما على أحد. نخرج من حياة الجميع في هدوء تام من الباب الخلفي. نحن المحكوم علينا بسوء الظن لأننا لا نستطيع تبرير أفعالنا ولا نجيد الدفاع عن أنفسنا. نحن أقوياء لأننا كنا نملك كل الأسباب التي تجعلنا ننتقم من الذين تعمدوا إيذاءنا، وحين حانت اللحظة للانتقام مضينا سالمين عنه. لم نشمت في هزيمة شخص تعمد الشماتة في هزيمتنا، لم ننكر معروف ولم نجمل أخطاءنا. نحن أقوياء جدا يا صديقي، لأننا ما زلنا نواصل الحياة رغم كل شيء يدفعنا للانهيار والخلاص.